شفتي اليوم الحمد لله تخذت مجموعه القرارات اللي غادي تكون عندها واحد العائد على المواطن مباشره فيما يتعلق بالتهيئه اعاده التهيئه ديال المطرح ديال المولاي عبد الله الزمور الجديده، وبتعاون الجميع خدينا واحد اربعه القرارات اللي غتحل هذا المشكل بشكل نهائي ونمشيو في الجيل الجديد من تدبير ناجع مستدام لاشكاليه النفايات ان شاء الله، اللي ماشي فقط غنحلوا بها المشكل ولكن غتكون فيها قيمه مضافه في خلق مناصب الشغل.